السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا أستاذ المساعد دكتور علي عبد المحسن علي من كلية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية، وأقدم لكم المحاضرة عن الثانية عن مادة التواصل الحركي لهذا اليوم. أحبائي، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أهمية مادة التواصل الحركي بالنسبة للإنسان البدائي، وقلنا أن التواصل الحركي جدا ضروري لهذا الإنسان، وتحدثنا كذلك عن التواصل الحركي عند الممثل في المسرح الإغريقي، ذلك التواصل الذي يتم بين الشعيرة المقدمة للإله من خلال الشعيرة المقدمة للإله ديونيسيوس في الطقوس المقدمة له. التواصل الحركي يأخذ مدايات أخرى وتحدثنا عنها من خلال ممثل المايم والبانتومايم، وقلنا هناك تواصل حركي كذلك في عروض الباليه. نتوقف اليوم عن آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، وهو المسرح الحر أو المسرح الراقص الذي دعت إليه المخرجة بينا باوش. أهم ما اعتمدت عليه هذه المخرجة في أغلب عروضها هو المونتاج، وعدم الترابط بين المشاعر، وعدم التقيد بالحبكة الدرامية. المسرح الراقص في العالم تأسس على دعامتين، هما حركة التنوير في القرن 18 وحركة تحرر المرأة في القرن 20، وللحركة الثانية أهمية في أغلب عروض بينا باوش سنتناولها تباعا. العرض الدرامي الراقص الأول لبينا باوش وهو مسرحية طقس حرير. في هذا العرض تم استخدام الكلمة المنطوقة والمونتاج. الفكرة الرئيسية في هذا العرض تكمن في العداء بين الجنسين، أي أقصد الجنسين الرجل والمرأة، وما ينتج عنه من تغريب الأفراد. أما التركيز فهو على دور المرأة التي تتضح وتتبلور في معالمها كضحية لهذا الواقع الذي يطلق عليه المناصرين للمرأة اضطهاد الذكورية، يعني الهيمنة الذكورية. ويتمثل هذا الاضطهاد في العرض الذي ذكرناه سابقا في الشكل رقم 1 و2. العمل الثاني من أعمال بينا باوش الدرامية الراقصة الخطايا السبع المميتة، والفكرة الأساسية في هذا العمل هي أن المرأة تضطر إلى في بعض الأحيان إلى تسويق نفسها كسلع تتوافر للرجال، من هنا في الاستغلال هو استغلال الرجل للمرأة. وهذا العمل يقدم مسألة التناقض بين تحقيق الفرد بذاته من جهة وضغوط المجتمع عليه من جهة ثانية من أجل إخضاعه له، كما هو الحال في الشكل رقم 3. العمل الثالث من أعمال بينا باوش الدرامية المهمة الراقصة ذو اللحية الزرقاء. في هذا العمل تكمن الفكرة الأساسية أن شخصا يريد أن يمارس الجنس مع امرأة يصادف مع كل امرأة يصادفها في حياته لدرجة الوصول به إلى المستوى الحيواني، ولكن في نهاية العرض تقوم مجموعة من النساء بالسيطرة عليه وقلب كفة المعادلة من كون المرأة مضطهدة ومغلوبة على أمرها من الرجل إلى كونها المسيطرة عليه، وهذا ما بدأ جليا من خلال قيامهن بوضع أيديهن على رأسه كما هو الحال بالشكل رقم 4. في هذا العرض تقوم باوش بتوسيع أبعاد البناء الدرامي التقليدي عن طريق إدخال أدوات في الأشكال الفنية المختلفة. من هذه الأدوات الرقص والمسرح الناطق والأوبرا والبانتومايم. إنها تجمع بين هذه المكونات دون توحيدها في عمل فني شامل. الممثلون في هذا العرض يمشون ويركضون ويقفزون
ويسقطون ويزحفون ويتزحلقون، وهناك تكرار في كل حركة وتكرار للحركة نفسها، وهذا يتم من خلال عشرات المرات، وهذا التكرار مقصود يجسد القدر لتجسيد القدرية المتأصلة في كون المرء متورطا في سير الأحداث. يصرخ الراقصون وينوحون ويضحكون ويصدرون أصواتا بدائية في هذا العرض، يتم الاستغناء كذلك عن الحبكة التقليدية. إذن الحبكة التقليدية في معظم عروض بينا باوش يتم الاستغناء عنها بمجموعة من الحبكات الأخرى المجاورة، نستطيع أن نقول عليها المتمثلة في المقدمة والصراع والحل، والاستغناء عنها بحبكات مختلفة. ويصرخون وينوحون ويضحكون ويصدرون أصواتا بدائية في هذا العرض، يتم الاستغناء في هذا العرض عن الحبكة التقليدية المتمثلة في المقدمة والصراع والحل، ويقتصر على المسار التوتر الدرامي على المشاهد الفردية ولا يوجه نحو الدرو. في العرض الرابع من عروض مينا باوش الدرامية الراقصة تعالي ارقص معي، تبدأ الأحداث بقيام أحد الراقصين بالتجوال بالصالة، ويقوم النساء والرجال بالرقص ماسكين أيديهم مكونين دائرة، وهم يغنون أغنية للأطفال، وبعد ذلك يبدأ الصراع بين الرجال والنساء وينقطع الاتصال بينهم، ويضرب الرجال النساء بفروع شجرة البتول الموجودة على خشبة المسرح. تقوم إحدى النساء بالثورة ضد غريزة الرجل، فتقف على كرسي وتضرب قبعة كل رجل يسير بها نازعة إياها من على رأسه. باختصار العرض هو ثورة النساء على أفكار الرجال. العرض الآخر الذي يحوي على عنصر التواصل الحركي ما بين المؤدين من جهة والمتلقي من جهة أخرى هو عرض ريناتا تهاجر، وتكمن فكرة هذا العرض في الاختراق في العلاقات بين الرجل والمرأة، لهذا فالرجل يتسلط على المرأة ورغباتها وطموحاتها. في هذا العرض لا نجد بناء دراميا كما هو الحال في العروض الواقعية، فلا توجد شخصيات أساسية وشخصيات ثانوية، ولا يوجد تطور وتنامي في الأحداث، بل يوجد عدة حبكات تتواجد جميعا بشكل متوازي. أحبائي، أغلب عروض بينا باوش تكمن فيها هذه النقطة، أنه عدم وجود حبكة واحدة بل عدة حبكات متجاورة. يحدث التواصل ما بين الراقصين والمتلقين عندما تقوم إحدى الراقصات بتوزيع الحلوى والشوكولاتة، وتقوم الأخرى بقياس ملابسها، تسأل أحد المتفرجين عن رأيهم. أحبائي، أغلب عروض بينا باوش الدرامية تكمن في التواصل الحركي بين الممثل والمتلقي من جهة عبر لغة الجسد الراقص، فهي تختلف عن التغريب الخاص ببرخت الذي يستند على السرد الحكائي وتقتصر على لغة الجسد ولغة الحركات الراقصة. أحبائي، انتهت المحاضرة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.